اسمع لي يقول لك جورج قرداح يسأل بدوي قال له إذا بتريد فاضل لك سؤال واحد وتحصل على المليون، شنو الحيوان اللي يبدأ بحرف الذال؟ قال له ذبيحة. اسمع دينا ان شاء الله الشباب الكويتيين ما يزلون علينا. يقول لك شرط المرور يسأل محشش كويتي مخالف، قال له وين إجازة؟ قال له يمكن في لندن بيروت. سعودي هاي وايد حلوة. يقول لك محشش اتصل في الطوارئ يقول لهم شباب في حال مسوي مسكول. سألوا مصري ليش الشعب المصري يحلفون كثير؟ قال لو نبي ذي شاعة. جورج غرداحي بعد يسأل واحد بدوي يقول له إذا بتريد اسم وزير الدفاع الصيني، قال له شن حرب شن. يقول لك موظف رصاد جوية عند بنتين، الصغرى 18 والكبرى 23. اسمع لي، يقول لك طرار ميت من اليوع، قال حق نذل عطني أي شيء جزاك الله خير أنا جوعان، قام عطاه حبوب فتح الشهية. اسمع لي، يقول لك في واحد قالوا له خلاص بندخلك الجنة، قال أوكي بس عندي شرط، الخميس والجمعة أنا في البحرين. يا اسمع هاي لا هذه علوة اسمعها. يقول لك بدوي صاد زوجته طقها طق، قال ليش طقها يا ريال؟ قال بنت الكلب ربحت إقامة في فندق مع شخص. يقول لكم في واحد نذل نجحوا عياله شرى لهم كورة وقال لهم إذا نجحت السنة الجاية نفختها لكم. يقول لك محشش راح حق الدكتور يشتكي، حق الدكتور ويقول له دكتور أنا كله أحلم بقطاوة يلعبون كورة كل يوم. قال له دكتور لا تنام يومين، قال له المحشش شلون يا دكتور ما يقدر لأن باشر بيلعبون النهائي. يقول لك في محشش يقول حق رفيجة كنا عيني حمرة، يقول له شو أسوي لك إذا صارت خضرة أمشي. يقول لك واحد طلع فيها مسوي راح دكتور انقطعت نعاله خيطها وبعد اسبوع فك الخياطه. يا اسمعها. يقول لك ملقوفه قالوا لها بنعطيك نص مليون بس ما تتلاقي فين، قالت بس ابي اعرف النص الثاني حق منو.